السلام عليكم، انا خلود السبتي، عمري 21 سنة، كنقرا التنمية البكالوريا. عندي امتحان وطني ان شاء الله ندوز دابا، يعني هاد الايمات كندوزو. صراحة مزيان حاليا ان شاء الله ندوز مادة وحدة اللي هي اللغة العربية. صراحة خدمت مزيان، جاوبت الحمد لله، كان امتحان سهل. دخلت معايا الكاتبة ديالي لان ضروري كتكون معايا مرافقة اللي كتكتب لي. دخل انا وياها وهي كتقرا لي السؤال وانا كنقول الاجوبه ديالو كتكتب بحال هكذا. انا كنتبع الدراسه ديالي في مدرسه ابو عباس السبتي. ملي خرجت يعني مدامج ملي مدامجت وانا كنتبع الدراسه ديالي فيها، يعني ايام الثانويه تبعت الدراسه ديالي تما، وكنت كنقرا يعني بالطريقه ديالي اللي هي طريقه برايل. وبالنسبه للحصص يعني كنسمع يعني كنعتمد على السمع، والدروس يعني كنكتبو ونقراهم بالطريقة ديالي. المهم مكانش صعوبات، بالعكس يعني عادي الحمد لله. اللي من دام جيت هما فحالي كنصحو، واخا كاين بعض الصعوبات في الدمج وكدا وهادي، ولكن واخا هكداك مكنصحوش انهم يتراجعو، بالعكس الدمج هو واحد الناحية مزيان، واحد الناحية يعني فيه صعوبات، ولكن واخا هذاك الواحد خاصو تكون عنده واحد الاراده باش يكمل ويستمر في هذا. شنو رايك في الناس اللي كتخرج كتقول ما نخلوناش ننقلو ما نقلنا شي؟ شنو الراي ديالك انا؟ لا ما خصهمش يعتمدوا على النقل، خصهم يراجعوا يعني الواحد الى عمل المجهود ديالو راه غادي يوصل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.